الجائزة اللي جاية من وزارة الثقافة بنفسها، جائزة أحسن مذيعين بيتكلموا إنجليزي. Who is beginning? Hello and how are you? I missed you so much. Very nice. I'm Dennis. Very good. Hi. You know, dude. How old are you? مش عارف أقول إيه. Who are you for finish? مو Egypt.gov.eg. اشتراك سبتمبر المقبل. كرواسو وجام وبيتر. How are you? Good, thank you. Good, thank you. Darius Lime Cooper. We got Darius. Good. Nice. Good. Thank you. You can. I deliver very good. Nice. لا هو التطبيق من سبتمبر. في مثلا انجليزي بيقول لك there is no. خدمات فيسبوك وماسنجر وفايبر. You understand me? Okay. okay. تعالى يا حساسين. تعالى يا حساسين. ماسنجر يا حساسين. ماسنجر وفايبر. ايه ما بتستعملش الانيستا؟ لا الانيستا اللي هو الابلكيشن يا جماعه، وموقع لسان العصفور ده رهيب رهيب. مواقع السوشيال ميديا دي تقدمت، بتعمل حاجات عجيبه يا حساسين. بعيد عن جائزه وزاره الثقافه، معانا جائزه وزاره الاتصالات لاحسن كارت شحن في 2017. لذلك نقول بشكل واضح من عفوا لقد نفذ رصيد. مش انا اللي بقول على فكره. السعوديه وما كانت لدى العالم قاطبه كعاصمه. عفوا لقد نفذ رصيد. للاسف. طيب لو كان مثلا 3 4 5 6 بدمش هذا الرقم مرفوض. البيت الابيض. هذا الرقم مرفوع اوبا. تتوقع متى يسقط نظام تميم؟ عفوا لقد نفذ رصيدكم. ايه عفوا قد نفذ رصيدكم؟ لانه على السعوديه كنت حاوصل 8 بالليل. طب انت لما 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 وصلت اعاده شحن البطاقه. ايه عدد شحن البطاقه دي؟ هل تعتقد انه هذا الفراغ السياسي اللي احدثته الاستقاله بتاعت سعد الحريري؟ عفوا لقد نفذ رصيدكم. واضح، معلش، واضح انه الاتصال فقدناه مع الدكتور مصطفى. واضح ان هو كان بيتكلم من الكابينه. التحالف السعودي المصري اصبح عفوا لقد نفذ رصيدكم. يا دكتور ذكرت يا دكتور. طيب معلش اشحن يا دكتور وكلمنا تاني لو سمحت. واجتمع معهم في اكثر من مره. عفوا لقد نفذ رصيد. تمام اشحن يا دكتور صائب وبعدين نرجع نتكلم تاني. واضح ان الكارت بتاع الدكتور صائب خلص، لكن هي الفكره كلها هو كارت الدكتور صائب. لا يا شيخ، لا كارتكم انتوا يا تامر. نفذ رصيدكم انتوا يا تامر. مش عشان كارت الفكه بتاعك خلص تلبسها في الناس كده. لو فصل من عندهم هيعمل تيت تيت تيت، لكن من عندك انت رصيدكم تشتغلنا احنا. بص، واحنا مش بنوزع جوائز، بس انت تستاهل جايزه. ده خنجر مسيلمه الكذاب، ممكن تاخده انت يا تامر، يليق عليك.